في 12 من ديسمبر 2015 توصلت 195 دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف في باريس إلى أول اتفاق عالمي ملزم لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون الدرجتين مئويتين لا بل درجة 1.5 إذا أمكن. ولكن عام 2017 قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، وتشكل هذه الخطوة نكسة كبيرة للاتفاق، فهو ثمرة عقدين من المفاوضات الهادفة إلى تمويل الجهود وتقاسم الأعباء بين الدول الغنية والدول النامية وبين الدول الملوثة والدول المعرضة للخطر. فالدول النامية ستحصل أخيراً على مساعدة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً كحد أدنى اعتباراً من العام 2020. لقد بدأت المسائل البيئية تحتل شيئاً فشيئاً مكانة أبرز على جدول الأعمال الدولي منذ انعقاد أول قمة حول التنمية المستدامة في ستوكهولم عام 1972، وعقدت قمة الأرض عام 1992 في ريو دي جانيرو لترسي أسس السياسة الخضراء، واعتمدت تالياً اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومنذ العام 1995 يعقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية سنوياً بهدف مكافحة التغيرات المناخية عن طريق تخفيض الانبعاثات. وقد شكل هذا المؤتمر السنوي أيضاً قاعدة لبروتوكول كيوتو الشهير عام 1997، والتزم 37 بلداً بموجب الاتفاقية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2012 بمعدل 5.2% دون مستويات العام 1990، إلا أن القيود لم تفرض على البلدان النامية كالصين والهند على الرغم من أنها من بين أبرز البلدان الملوثة. وجاءت الانتكاسة عقب مؤتمر الأطراف 15 الذي عقد في كوبنهاغن عام 2009، فالاتفاقية كانت غير ملزمة وتناولت مسألة حصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين من دون طرح كيفية التحرك لتحقيق هذا الهدف. أما مؤتمر الأطراف 17 عام 2011 فقد اختتم باعتماد منهاج عمل دوربن الذي ألزم الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين بالتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في 2015.